شركة هونر بتعلن عن تليفون جديد وهو هونر 50. ميزة التليفون ده ان هو بيجي بخدمات جوجل كاملة وبدعم كامل لجوجل بلاي. طبعا ده نتيجة انفصال شركة هونر عن شركة هواوي، لان كان بسبب يعني بعض العقوبات من شركة جوجل كان بتخلي التليفونات اللي بتنزل من هواوي هونر بدون دعم لخدمات جوجل. في الفيديو ده ان شاء الله هنعرف السعر والمواصفات الخاصة بتليفون هونر الجديد اللي هو هونر 50. اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعالى يلا نشوف السعر والمواصفات. انا محمد فتحي، وصلة تكنولوجيا. بالنسبة لتصميم تليفون هونر 50، التليفون بيجي بظهر من الإزاز مع وجود أربع كاميرات في الظهر مع فلاش ليد أحادي وكاميرا أمامية واحدة بدقة 32 ميجا بكسل، وهنتكلم طبعا عن الكاميرات بشكل منفصل دلوقتي بإذن الله. التليفون بيجي بوزن 175 جرام تقريبا مع حواف من المعدن أو الألومنيوم مع وجود منفذين لشريحتين الاتصال من نوع النانو، وبيدعموا اتصال أو تقنية الـ 5G الجديدة. للأسف التليفون ما بيدعمش كارت ميموري أو حتى إنك تستغنى عن شريحة عشان تضيف كارت ميموري. التليفون بيدعم تقنية الـ NFC، وهنلاقي إن التليفون ده مزود بميكروفون إضافي لعزل الضجيج اللي هو Active Noise Cancellation، بس للأسف ما بنلاحظش أو ما بنلاقيش في التليفون ده سماعات استيريو أو نظام للصوت استيريو، مع إن التليفون يعني أغلب التليفونات في الفئة السعرية دي بنلاقيها مزودة بنظام استيريو للصوت، فللأسف التليفون ده لا يدعم الاستيريو. شاشة تليفون هونر 50 بتيجي بمساحة حوالي 6.5 انش من نوع OLED بجودة Full HD Plus بدقة 1080x2430 بكثافة بكسلات 392 بكسل لكل انش، بالاضافة لدعم الشاشة لتقنية الـ 120 هرتز اللي بصراحة بتكون فارقة جدا في الالعاب والتصفح. البصمة في التليفون ده بتكون مدمجة في الشاشة، ما بتكونش في زرار الباور، لان طبعا احنا عارفين ان الشاشات الاملود او الشاشات الاولد سهل جدا ان الشركة او الشركة المصنعة للتليفون انها تحط البصمة في الشاشة، فبصمة التليفون ده بتكون موجودة في الشاشة مش في زرار الباور. بالنسبة للكاميرات، تليفون هونر 50 بيجي باربع كاميرات في الظهر مع فلاش ليد احادي، وبيجي بكاميرا وحيدة امامية. الكاميرا الامامية بتيجي بدقة 32 ميجا بكسل. اما الاربع كاميرات اللي في الظهر، الكاميرا الاساسيه بتيجي بدقه 108 ميجا بكسل مع فتحه عدسه 1.9، الكاميرا الثانيه اللي هي بتكون خاصه بالزاويه الواسعه بتيجي بدقه 8 ميجا بكسل مع فتحه عدسه 2.2، اما الكاميرا الخاصه بالمايكرو بتيجي بدقه 2 ميجا بكسل مع فتحه عدسه 2.2، والكاميرا الاخيره اللي هي الكاميرا الرابعه اللي بتكون خاصه بالعزل والبورتري بتيجي بدقه 2 ميجا بكسل مع فتحه عدسه 2.4. بالنسبة للأداء والمعالج اللي بيجي في تليفون هونر 50، التليفون بيجي بمعالج من شركة كوالكوم سناب دراجون 778 الـ 5G، بيجي بدقة تصنيع أو تكنولوجيا 6 نانومتر مع معالج رسومي أدرينو 642L، وده نفس المعالج اللي شفناه في تليفون سامسونج A52S اللي هو الـ 5G الجديد. التليفون ده بيجي بنسختين من الذاكرة والرام، نسخة 6 جيجا رام مع 128 ذاكرة داخلية، ونسخة 8 جيجا رام مع 256 ذاكرة داخلية. التليفون بيجي ببطارية بحجم 4300 ملي أمبير مع شاحن سريع بقوة 66 واط. وبصراحة البطارية أنا ما كنتش يعني متوقع أو كنت متوقع حاجة أعلى من كده، يعني إحنا بنشوف في فئات سعرية أقل من كده بكتير، بنشوف بطاريات دلوقتي 6000 ملي أمبير و5000 ملي أمبير، فإنك تكون حاطط بطارية في تليفون زي ده 4300 ملي أمبير، فبصراحة أنا كنت متوقع إن البطارية تيجي أعلى من كده شوية. التليفون بيجي بواجهة هونر اللي هي ماجيك 4.2 المبنية على أندرويد 11، وبصراحة الواجهة دي بتبقى موفرة للطاقة والذاكرة، يعني أنا استخدمت الواجهة دي قبل كده بصراحة حسيت بسلاسة كبيرة جدا في التليفون. بالنسبة لسعر التليفون، سعر النسخة 6 جيجا رام مع 128 ذاكرة داخلية هتكون في حوالي 8500 جنيه مصري، أما النسخة الأعلى اللي هي 8 جيجا رام مع 256 ذاكرة داخلية هتكون حوالي 9500 جنيه مصري. رأيي في التليفون بدون مجاملة وبدون تطبيل، بصراحة التليفون يعتبر غالي شوية عن منافسين كتير. رأيي في التليفون وهل التليفون يستحق الشراء ولا لا، حابب انبه كده على كام نقطة وكام تعليق على التليفون ده، وبصراحة انا استغربت جدا فيهم.
اول حاجة التليفون ما ذكرش ان التليفون ده فيه طبقة حماية للظهر او للشاشة، وانا بدور او بكتب سكريبت الحلقة دي او بكتب امكانيات التليفون عشان اعرضها على حضراتكم، كنت مستغرب جدا ودورت في النقطة دي كتير، ما لقيتش معلومة مؤكدة ان التليفون في طبقه حمايه ولا لا، وبصراحه ما لقيتش، الشركه ما ذكرتش ان في طبقه حمايه، تليفون ما فيهوش طبقه حمايه، ودي حاجه غريبه في الفئه السعريه دي، طبيعي انك تلاقي طبقه حمايه. طيب الحاجه الثانيه، التليفونات دلوقتي اغلبها بتكون متوفر فيها سماعات استيريو او تجربه الاستيريو اللي هي سماعه بتكون من فوق ومن تحت، فالتليفون ما فيهوش نظام الاستيريو. خلي بالك ان برضو ما ذكرش ان التليفون ده بيقاوم الغبار والمية او واخد شهادة يعني IP53 مثلا او IP54 مقاومة للغبار والمية، ما ذكرش ان التليفون ده مقاوم لوزاز المية والغبار. دي حاجة. الحاجة الاخيرة ان التليفون، ودي يمكن خدنا عليها خلاص وشفناها في تليفونات كتير دلوقتي، ان التليفون ما فيهوش منفذ اللي هو السماعات القياسي 3.5، بس اعتقد ان انت الكونفرت ممكن بتحل المشكلة دي لو حابب انك توصل سماعة بسلك للتليفون. في الاخر اشتري التليفون ولا لا؟ لو انت من محبي هواوي ومحبي هونر اشتري التليفون، بس لو انت بتدور على امكانيات وعايز قيمة مقابل السعر، انا رأيي ان التليفون في الفئة السعرية دي ما يحققش افضل قيمة مقابل السعر، في بدائل كتير جدا ممكن تديك امكانيات اعلى بالمبلغ ده. وبكده الفيديو بتاعنا يكون انتهى النهاردة، اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنساش لو عجبك الفيديو ما تنساش في لايك سبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس ان شاء الله عشان يوصلك كل جديد، وشكرا جدا ليكم وشكرا لحسن تابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.